حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروه بن الزبير عن زينب بنت ابي سلمه عن ام سلمه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي فقال توفي من وراء الناس وانت راكبه فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي الى جنب البيت وهو يقرا والطور وكتاب مسطور